التغطية مستمرة معكم دائما على شاشة القاهرة الإخبارية، ونتناول في هذه الساعة ملف قرار محكمة العدل الدولية الخاصة بالحرب على غزة. فنتمنى من محكمة العدل العمل الجاد لإيقاف الحرب والإبادة الجماعية لأبناء شعبنا. Israel must, in accordance with this, Israel's genocidal acts and omissions within the program. دمروا الناس ودمرونا. By the government and military of Israel against the Palestinian people. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الأربعاء القادم بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة، ويناقش المجلس الدولي التطورات في ضوء قرار المحكمة الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في القطاع. كان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل فورا الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن، مؤكدا أن قرارات المحكمة ملزمة. هذا ورحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في غزة وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري. هذا وأعربت مصر عن تطلعها لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مشددة على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة. كما طالبت مصر بالتنفيذ الفوري لكل التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، مؤكدة مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع الأطراف المعنية من أجل إنهاء الأزمة ومنع أي إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين. بدوره رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بقرارات العدل الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة، مؤكدا أنها تمثل التزاما على قوة الاحتلال. هذا وأكد أبو الغيط أن قرار محكمة العدل الدولية يمثل انتصارا للقيم الإنسانية وحسما للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأضاف أن قرار العدل الدولية يفتح الطريق لعمل دبلوماسي وقانوني مكثف على الصعيدين العربي والعالمي من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة. دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إسرائيل إلى الانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية والالتزام بالتدابير المؤقتة. واعتبر رامافوزا قرارات المحكمة انتصارا للعدالة، مطالبا أعضاء معاهدة منع الإبادة الجماعية باحترام هذه القرارات. لا يجب على الجيش الإسرائيلي أن يقترف أعمال الإبادة بحق الفلسطينيين، والتي تفرض على إسرائيل اتخاذ كل التدابير لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة. وعلاوة على ذلك، يتعين على إسرائيل أن تتخذ التدابير الآنية والملحة نفاذ للسماح بالمساعدات الإنسانية، منها الغذاء والدواء وكل الحاجات الأساسية إلى قطاع غزة، ويجب أن تحفظ الأدلة عما يحدث في غزة. من جانبه قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد الشتية أن قرار محكمة العدل الدولية يضع حدا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب للاحتلال الإسرائيلي. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، مطالبا بضرورة احترام قرار العدل الدولية وعدم التواطؤ في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد وصف مناقشة محكمة العدل الدولية جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين بقطاع غزة بأنها وصمة عار لن يتم محوها لأجيال قادمة بحسب وصفه. هذا وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستواصل حربها على غزة حتى يتم عودة جميع المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وحتى لا تعود غزة مصدر تهديد جديد لتل أبيب.
في سياق متصل اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير محكمة العدل الدولية بأنها لا تنشد العدالة بل تريد ملاحقة الشعب اليهودي. هذا وأكد بن غفير أن إسرائيل عليها ألا تستجيب لأوامر محكمة العدل الدولية التي تهدد استمرار قيام دولته. ينضم إلينا من سيدني أحمد الياسري رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك سيد أحمد في هذه التغطية. بداية، ما هي أبرز النتائج المترتبة على قرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في غزة من الإبادة الجماعية؟ تحية لحضرتك وتحية لجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أنا أعتقد هو هذا حكم ابتدائي الحقيقة تلزم به المحكمة الدولية وهي أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة إسرائيل بعدم الإبادة الجماعية. يعني قرار المحكمة هذا أكد أنه حصول الإبادة الجماعية وليس فرضية، وإنما بالأدلة التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا أثبتت هذا الشيء. وهذه من الناحية الاعتبارية مهم جدا أن يتم تأكيد هذا المثبت القضائي القانوني على إسرائيل، لأن إسرائيل كانت تنفيه وكانت تقول أن يعني تتحجج بفكرة الدفاع عن النفس. النقطة الثانية هو هذا يعني قرارات المحكمة الدولية بما يخص القضية الفلسطينية ليست جديدة الحقيقة. عام 2004 أيضا موضوع الجدار العازل في المناطق الفلسطينية أيضا صدر قرار بتلك الفترة بتوصية من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولكن إسرائيل لم تلتزم حتى ضمن ذلك القرار هو موضوع التعويض الفلسطيني. إسرائيل متعودة لا تلتزم بقرارات المحكمة الدولية في لاحقا، ولكن هذه المرة تختلف. أنا أعتقد لم تأتي هذه إصدار هذا القرار القضائي بدعوة من الجمعية العمومية، لأن الجمعية العمومية أخذت قرارها أصلا بالإدانة ولا تحتاج إلى قرار المحكمة العدل لتستأنس به كما حصل في الكثير من القضايا الدولية. الشيء الثاني أنه القضية قدمتها دولة، يعني وهي محكمة العدل الدولية يجب أن نفهم أنه هي مؤسسة لحل النزاعات بين الدول، وهي أخذت قرارات بقضايا يعني دولية كثيرة منها عام 75 على سبيل المثال قضية الصحراء الغربية في بين الجزائر وموريتانيا والمغرب، ايضا كان هناك قرار بما يخص يعني تبعيه هذه الصحراء. هناك ايضا قرار مؤخرا بعام 2018 حينما فرض ترامب عقوبات على ايران، ايران ذهبت الى محكمه العدل الدوليه وقدمت شكوى ضد امريكا وصدر قرار ايضا بان تجنب العقوبات الاقتصاديه الحاله الانسانيه يعني والشعب الايراني من القضايا السياسية. فلذلك هذا ليس قرارا جديدا، وهذه ليست فعالية قضائية جديدة، ولكن الجديد فيها الحقيقة أن هذه أول مرة تثبت أن إسرائيل كدولة كنظام تقوم بإبادات جماعية منظمة بإشراف وتوقيع أعلى سلطة قضائية في العالم. وهذا الأمر هو الذي يحرج الإدارة الإسرائيلية والدول التي تدعمها في اتجاهها بحرب غزة، لأنها يعني جعلتها منتهكة لحقوق الإنسان وتقف بالضد من كل المؤسسات الدولية سواء القضائية أو المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان بالعالم. نعم سيد أحمد، يعني رئيس الوزراء الفلسطيني قد صرح بأن هذا القرار يأتي في وقت مهم لأنه يغير فكرة الإفلات من العقاب بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي. هل بالفعل سيغير هذا القرار هذه الثقافة التي ربما نشهدها على مدار عقود ماضية بأن هناك انتهاكات للقانون الدولي من إسرائيل وتفلت دائما من العقاب؟ أنا أعتقد أهم الحيثيات التي تعتمد عليها قرار محكمة العدل الدولي هو تصريحات القادة الإسرائيليين، بمعنى المرافعات شاهدناها يعني بوسائل الإعلام وكانت تركز على تصريحات القادة، يعني تصريح وزير الثقافة
الإسرائيلي، تصريح وزير الدفاع، تصريح قائد القوات وقائد الجيش الدفاع الإسرائيلي، تصريحات نتنياهو حينما استشهد بآيات من التوراة تدعو للقتل والإبادة. أنا أعتقد الإدانة الحقيقية في هذا الموضوع أنها أثبتت الإدانة من تصريحات القادة، مش من الطرف الآخر، من أنفسه. ولذلك استغرب، أنا أعتقد هناك نوع من نوع الشوك أو الصدمة حصلت من الأوساط الإسرائيلية الحكومية، لأن كل تصريحات القادة الإسرائيليين الانفعالية كانت تبين النوايا الحقيقية للقيام بإبادة جماعية قبل. ولكن هل تتغير هذه الثقافة لدى المجتمع الدولي سيد أحمد؟ يعني ليست فقط الثقافة في الداخل الإسرائيلي أو حتى في المنطقة، لكن في المجتمع الدولي، بأن هناك دولة احتلال وتقوم على مدار العقود الماضية بالكثير من الانتهاكات للقانون الدولي. يعني أبرز هذه الانتهاكات هي المستوطنات التي تقوم بها إسرائيل في الكثير من المناطق. نحن لا نتحدث فقط عن قطاع غزة والانتهاكات في قطاع غزة، ولكن نتحدث عن انتهاكات على مدار سنوات طويلة في الضفة الغربية أيضا. هل ربما تتغير هذه الثقافة بأن لهذه الدولة مسؤولية، وبالتالي هناك على الأقل اعتراف بأن ما تقوم به هو غير صحيح ولا يجب أن تفلت من العقاب؟ أنا أعتقد ذلك. أنا أعتقد أنه أهم يعني تداعيات هذا القرار الدولي القضائي هو تحول بالنظرة الدولية لإسرائيل. إسرائيل كانت تصدر فكرة أنها دولة محاصرة، أنها شعب مضطهد تاريخيا، أنها تدافع عن نفسها، أن هناك عملية إبادة جماعية يحاول أن يقوم بها العرب لإزاحتها من الخريطة. الآن هذه الرؤية تغيرت. نشاهد يعني حتى قبل القرار القضائي لم يكن يعني يتخيل أبسط المتعاطفين مع القضية اليهودية أو مع دولة إسرائيل أن يرى حجم دمار وقتل ممنهج لشعب أعزل بهذه المنهجية وبهذه الصورة. ولذلك أنا أعتقد القرار جاء مكمل النصورة خلقتها تفاعلات الوضع العسكري والإنساني في داخل غزة وما قامت به إسرائيل، وهذه هي الصورة المكملة. وصعب جدا، أنا أقولها من على منصة أو شاشة حضراتكم، صعب جدا أن تغير إسرائيل ما هذه الصورة التي ترسخت لدينا العالم في هذا اليوم. نجد شعوب العالم في الغالب متعاطفة مع القضية الفلسطينية، حتى الذين كان لديهم يعني حتى الشعوب الذين لديهم توجس من العرب ومن المسلمين ولديهم ربما نوع من أنواع العداوة أو الصدام الأيديولوجي مع العرب المصريين بدأوا يتعاطفون مع القضية العربية، يرفعون ويلبسون الكوفية الفلسطينية تضامنا مع الحالة الإنسانية التي تجاوزتها إسرائيل بأقصى وأبشع صورها. فلذلك أنا أعتقد الحيثيات الاعتبارية لهذا القرار هو خلق نوع من أنواع التحول بالذهنية العالمية في النظر إلى إسرائيل، وأصبحت إسرائيل في هذه اللحظة هي في موقع المعتدي، في موقع المستهدف لحقوق الإنسان وليس المدافع عنها كما حاول نتنياهو وفريق يميني أن يصدر للعالم. نعم. في ظل هذا القرار هناك اجتماع طارئ يوم الأربعاء القادم بعد قرار المحكمة بشأن غزة، وربما يناقش هذا القرار أو هذه الجلسة هذا القرار والتطورات لهذا القرار وردود الفعل والنتائج المترتبة على عن هذا القرار. صحيح الجلسة هي بعد 5 أيام، يعني في يوم الأربعاء القادم، وربما الكثير قد يحدث في خلال هذه 5 أيام، ولكن ما هي التصورات لهذه الجلسة وربما الناتج عنها خلال الأسبوع القادم؟ أنا أعتقد أنه هناك حالة إجماعية تقريبا في هذه اللحظة، يعني مع زيارات بلينكن، مع قراءاتنا للتحول الذي حصل في جبهة البحر الأحمر، الصراع بين البنتاغون والبيت الأبيض حول التواجد الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط بعد أحداث غزة، هذه كلها تفاصيل جيوسياسية بدأت تلقي بظلالها على القرارات الدولية التي المتعلقة بإسرائيل والحرب في غزة. فأنا أعتقد
هناك نوع من انواع الاجماع الضمني الغير معلن لايقاف الحرب، خصوصا وان اسرائيل لم تحقق اهدافها في الحرب، يعني لم حتى هذه اللحظه لم يتم اطلاق الرعد، بل على العكس البارحه قتل تقريبا 21 او 21 جنديا اسرائيليا في عمليه زرع ابواب بشكل خاطئ، يعني الاسرائيليون قتلوا الاسرائيليين. فلذلك انا ارى انه الاجتماعات او الجلسات التي ستعقد في المنظمه الدوليه ستكون مبنيه على اسس احتواء النزاع، على اسس انهاء او وقف اطلاق النار، وحتى قرار محكمه العدل الدوليه هو قرار ابتدائي لايقاف، يعني ابرز نقطه به هو الاعتراف بإقامة إبادة جماعية من قبل إسرائيل في غزة، وإيقاف إجراءات الإبادة الجماعية، كذلك إدانة القادة الإسرائيليين وإيقاف تصريحاتهم التي تدعو للإبادة، يعني الموضوع كل موضوع إنساني. فلذلك أنا أعتقد هناك حالة من الضغط الدولي ستتشكل، ممكن أن تتمظهر بجلسات المظلة الدولية لأخذ قرارات أكثر جرأة وأكثر اتفاقا، يعني شاهدنا حالة من الانقسام بين دول المنظومة الشرقية وعلى رأسها روسيا والصين، ودول المنظومة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة في انتاج القرارات. من الممكن أن نشهد مشروع قرار ربما يمر من خلال جلسة مجلس الأمن القادمة؟ ممكن أن يطرح مشروع قرار، ولكن التصويت على المشروع أو على القرار يصطدم بفيتو من الولايات المتحدة على سبيل المثال كما حدث في السابق؟ ممكن جدا، لأن الولايات المتحدة تريد أن ترعى هذا النزاع، تريد أن يعني تنهيه بالطريقة التي لا تؤثر على الأمن في إسرائيل. فلذلك إضافة إلى أنها لا تريد أن تعطي فسحة لروسيا والصين لأن تستخدم يعني مجلس الأمن لإعادة إنتاج حضورهما الذي تعثر وتقلص بعد الحرب الأوكرانية الروسية. هذا نقطة يعني جوهرية بالموضوع، ليست متعلقة بالفعل ورد الفعل العسكري في غزة، ولكن مرتبطة بحالة التوازن بين أقطاب العالم، والتي تحاول الولايات المتحدة من خلال المظلة الدولية أن تحقق نقاط تفوق على روسيا والصين، ولذلك تصدر الفيتو. دائما الفيتو الذي تصدره الولايات المتحدة ربما لا يكون ليست مقتنعة به، ولكنها تقوم به لعملية تحديد دور الصين وروسيا في مجلس الأمن، أن لا تأخذ روسيا والصين الدور الأكبر من الذي رسمته لهم الولايات المتحدة. أنا أعتقد هذا أيضا حيثية ممكن مناقشتها في قراءاتنا التحليلية، ولكن بشكل عام هناك توجه تفرضه التحولات العسكرية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، تفرضه القرارات المظلة الدولية، وخصوصا قرار محكمة العدل الدولي الذي جاء ساندا لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة، وكذلك التحول الاستراتيجيات الولايات المتحدة التي ترى نفسها تحولت إلى رئيس حرب في حرب ليس لها فيها ناقة أو جمل، وإنما فرضتها لحظة ذهاب نتنياهو إلى غزة. نعم، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن القرارات قرارات محكمة العدل الدولية هي قرارات ملزمة، وأنه سيحيل كل ذلك من اخطارات خلال مجلس الأمن إلى كل المندوبين والمسؤولين ومندوبين الدول داخل مجلس الأمن. يعني كيف سيتم ذلك، مسألة إلزام إسرائيل بهذه القرارات، أو على الأقل كيف سيخطط أو تخطط الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بالقرارات التي صدرت من محكمة العدل الدولية؟ يعني أنا شرط في بداية التداخل أن هناك الكثير من قرارات محكمة العدل الدولية التي يعني وثقتها المظلة الدولية ولكنها لم تنفذ، يعني مثل قرار سوريا، يعني حماية حقوق الإنسان في سوريا بعد أن رفعت كندا أعتقد وهولندا في عام 2020 أعتقد وصدر القرار في عام 2023 من محكمة العدل الدولية لم تلتزم بسوريا. صحيح لم تحدث يعني انتهاكات على مستوى حال بعد هذا القرار في سوريا، ولكن الأمر يتعلق بالدولة، يعني هي الدولة محاصرة
ليست مرتبطة أيضا بالمظلة الدولية، روابطها بالعالم كلها منقطعة، فماذا يؤثر عليها القرار؟ الموضوع القرار الإسرائيلي يختلف عن وجهة نظري، لأن هناك دعم أمريكي في هذا الموضوع. يعني حتى إذا وصل الأمر إلى مجلس الأمن وأراد مجلس الأمن أن يطبق أو القرار المحكمة الدولية الملزم بحسب القانون الدولي، فسيصطدم أيضا بالمعارضة الأمريكية. ولكن بشكل عام هو من ناحية الحيثية الاعتبارية هو يعني ضاغط على إسرائيل، وتأثيرات هذا القرار نحن شاهدناه في الداخل الإسرائيلي حينما بدأ يقتحم مقرات الحكومة، حكومة نتنياهو، أهالي الرهائن والضحايا الذين قتلوا بمغامرات نتنياهو ويعترضون ويستشهدون أيضا بقرار محكمة العدل الدولية، ويعتبرون أن قرار المظلة الدولية هو فشل حكومي إسرائيلي داخلي. فهذا تأثيرات القرار مهمة جدا. لم تعد إسرائيل تمتلك القدرة على التحايل، على تصدير نفسها كضحية إلى العالم، على استعارة واستحضار الإبادات في التاريخ مثل المذبحة اليهودية والمحرقة اليهودية وما شابه، لمنع العالم من التحدث معاداة سامية. هذا السلاح الذي يرفع بوجه الناشطين وأصحاب الرأي في العالم، الآن هذا الأمر بدأ يتقلص. إسرائيل هي المتهمة الآن، ممكن هذه الحادثة أن تتحول إلى قضية دولية. أنا أشاهد يعني دخول جنوب أفريقيا كدولة محايدة ليس ضمن دول النزاع مثل الدول العربية والإسلامية، واتجاه بهذا الاتجاه وتحقيق هذا النتائج، هذا أمر أنا أعتبره تحول مهم جدا في ثقافة دول العالم بالتعاطي مع القضية الفلسطينية، وهو يصب في مصلحة حل الدولتين على المستوى المتوسط والبعيد. نعم. نعم، من سيدني أحمد الياسري رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. من جانبها أكدت حركة حماس أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل والتي تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة يعد تطورا مهما يسهم في عزل إسرائيل. وأشارت حماس إلى أن قرار محكمة العدل الدولية يسهم في فتح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. رحبت الحكومة الإسبانية بقرار محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وطالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من الأطراف تطبيق الإجراءات المؤقتة التي أصدرتها المحكمة. ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان رامي الدباس، الباحث في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بك سيد رامي في هذه التغطية. بداية، هناك الكثير من ردود الفعل لقرارات محكمة العدل الدولية، ولكن ماذا بعد هذه القرارات، وخاصة وأن هناك اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء القادم لمناقشة تداعيات هذا القرار؟ ما الذي ربما يحدث بعد ذلك، خاصة وأن هذه القرارات هي في الأول وفي الآخر هي قرارات مؤقتة حتى مطالبة محكمة العدل الدولية بوقف فوري لإطلاق النار؟ سيد العزيز، يعني هذا ليس شيئا بجديد، يعني منذ نكبة فلسطين ودولة الكيان الصهيوني تقوم باقتراف جرائم الحرب، فهي هجرت الفلسطينيين من بيوتهم. يعني فكرة ما قامت به جنوب أفريقيا والنتيجة التي حصلت بأنها ما يقوم به نتنياهو يعني إبادة جماعية بجهة عرقية اسمهم الفلسطينيين أو العرب أو العرب الفلسطينيين، يقومون بقتلهم وتشريدهم، يعني بالإنجليزي في لغة المثقفين التي يحبونها الصهاينة displacement، يعني نقل مجموعة عرقية من غزة إلى سيناء إلى الأردن وتطهير الأرض منها. يعني نتنياهو يدعي أن حماس تشكل تهديداً وهي اختطفت إلى آخره من الرهائن من الكيان الصهيوني، لكنه ما يقوم به هو تطهير عرقي، يعني
في غزة من الفلسطينيين. وأيضا تركيا تريد رفع قضية على دولة إسرائيل كما قامت بها جنوب إفريقيا. نعم، إذا تحدثنا عن القضية التي قامت برفعها جنوب إفريقيا والتي أصدرت بصددها محكمة العدل الدولية بعض القرارات، كيف تتابع تداعيات هذه القرارات وما سيحدث بعد ذلك؟ السؤال الذي يطرح نفسه، يعني نتنياهو لا يخاف لأن بظاهره جوزيف جو بايدن وبظاهره بريطانيا والإمبريالية الدولية. لو كان نتنياهو شخصا يعني مشردا لا يوجد لديهم يعني دعم يعني مثل ما قام به المعسكر الشرقي من جرائم حرب، لوجدناه في الآن حاليا في السجن وفي لاهاي في محكمة العدل الدولية صنفته كمجرم حرب، لكنه مدعوم من الولايات المتحدة ومدعوم من بريطانيا. وبكل حال من الأحوال يعني هذه القرارات يعني إسرائيل لم تلتزم بها، يعني إسرائيل لم تلتزم بمعاهدات الدولية التي وقعتها مع الدول العربية. المعاهدات الدولية التي وقعت قالت أن فلسطين هنالك دولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية، وهي معاهدات بالمناسبة وقعت عليها دولة إسرائيل دولة الكيان، لكنهم لا يعترفون بهذه المعاهدات. يعني دولة إسرائيل تعترف بما تريد وتنكر ما تريد، ومن هنا لا أعتقد أن دولة إسرائيل ستلتزم. يعني لو صنفوا نتنياهو مجرم حرب لن يعترفوا به، لأن الإعلام الدولي والماكنة الإعلام الدولي يسيطر عليها الصهيونية العالمية. ولكن هناك كانت متابعة سيد رامي لإجراءات هذه المحكمة ولقرارات هذه المحكمة حتى من الإعلام الدولي بشكل عام، وحتى في الإعلام الأمريكي وداخل الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى رصيد جو بايدن في الداخل الأمريكي ربما بدأ ينفذ وربما تؤثر على يعني مساره السياسي ومستقبله السياسي، خاصة ونحن في عام الانتخابات الرئاسية. هل ربما على الأقل يكون هناك أي تغير في مسار الحرب على غزة، أو حتى إحراج للولايات المتحدة الأمريكية وسط المجتمع الدولي، وخاصة بأن هذا كان ما يقوله المراقبون فيما يتعلق بهذه القضية بالتحديد، بأن ربما تكون القرارات غير ملزمة ولكن على الجانب الآخر تكون محرجة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في دعمها المطلق لإسرائيل؟ بالنسبة للدعم المطلق الذي تقوم به الولايات المتحدة لدولة إسرائيل، فيعني دولة الولايات المتحدة دائما ما نظرت بالديمقراطية، ودائما ما نظرت في الأخلاق، ودائما ما نظرت في حقوق الإنسان. لكن ما يقوم به نتنياهو ودعم الخرافي التي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، يعني ما يقوم به نتنياهو بالمجزرة والإبادة العرقية، يعني هذا يتنافى مع حقوق الإنسان ويتنافى مع الأخلاق. بطبيعة الحال هنالك الولايات المتحدة ترقب انتخابات رئاسية على مستوى دولي، وهنالك ما يريد أن يعود الرئيس الأسبق دونالد ترامب، وهو صهيوني بدرجة أكبر من جوزيف بايدن. يعني بكل حال لا أعتقد، يعني دونالد ترامب وجوزيف بايدن الاثنان صهاينة، لا أعتقد أن الولايات المتحدة تأبه بما يحصل في غزة. يعني بصراحة شعب أمريكا ممكن الكثير منهم ضد ما يحصل، لكن بالنسبة للحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي لا أعتقد أنهم يأبهون كثيرا بما يحصل في غزة. يعني هذا منظور يوري كيف أن الولايات المتحدة تحكم العالم بدكتاتورية، تدعو للديمقراطية، تدعو لحقوق الإنسان، لكنها من وجهة نظر واحدة، قالوا أنها بلاد الديمقراطية لكنها من الجهتين من الحزبين يعني توجه صهيوني بحت إسرائيلي. هل ترى بأن يعني ربما المجتمع الدولي يتحرك في الوقت الراهن، خاصة وأن هناك اجتماع طارئ يوم الأربعاء بالنسبة لمجلس الأمن، هل ترى بأن هذه الجلسة ربما تناقش ما بعد هذه القرارات، تناقش احتمالية وقف لإطلاق النار وهذه الاحتمالية التي تؤدي بعد ذلك إلى أولا دخول المساعدات بشكل مستمر إلى القطاع، ثانيا البدء في مفاوضات جادة لإحلال السلام؟ ما يحصل سيد العزيز، نتنياهو لا يأبه بهذه القرارات،
تاريخيا لو عدنا من قاوم دولة إسرائيل كان هنالك صدام حسين وكانت هنالك سوريا وكانت هنالك ليبيا، جميعهم سقطوا. الآن الدور على حماس، وثم يريدون تصفية المقاومة واتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط كما نراها في البحر الأحمر وكما نراها في جنوب لبنان وأيضا في غزة. يعني يريدون شرق أوسط جديد بملامح جديدة بتقسيم الشرق الأوسط. نعم. على مبدأ. نعم وصلت الفكرة. نعم شكرا جزيلا لك من العاصمة الأردنية عمان رامي الدباس الباحث في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. قالت النائبة في البرلمان الإيطالي استيفانيا أسكاري إن قرار العدل الدولي خطوة أولى على الطريق الصحيح يحتاج إلى ضغط دولي. وفي تصريحات للقاهرة الإخبارية أكدت أسكاري ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتجنب قصف المدنيين. إنها خطوة أولى مهمة للغاية، ولكن لابد أن يكون هنا التزام جماعي من جانب الاتحاد الأوروبي ومن جانب كل العالم الدولي وكذلك من جانب الدول العربية. لابد أن يكون هناك أيضا ساعة، لابد أن يكون هناك إيقاف فوري للنار فوري. هذا هو الشيء الأول، لا يمكن أن يتم الاستمرار في مهاجمة وقصف المدنيين في غزة. ينضم إلينا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت. أهلا بك دكتور إحسان في هذه التغطية. كيف تتابع تداعيات قرارات محكمة العدل الدولية أولا على المجتمع الدولي بشكل عام في نظرته للقضية الفلسطينية، وأيضا في مسألة بأن إسرائيل لا يمكن في الوقت الحالي أن تفلت على الأقل من الاعتراف بأنها دولة ترتكب الأخطاء وتنتهك القانون الدولي في هذا التوقيت وفي هذه الحرب على غزة؟ تحياتي أولا. يعني هذا يشكل انتصار كبير للقضية الفلسطينية. للأسف ثمن هذا الانتصار الرمزي غالي جدا، عالي جدا. هناك 25 ألف قتيل، عدد كبير من الجرحى، تنكيل في التجويع، تدمير، ولكن هذا انتصار كبير يعد تحول في القضية الفلسطينية، تحول مهم. إسرائيل متهمة بالإبادة من أعلى محكمة في العالم. المحكمة هذا أعلى منبر قضائي في العالم. من هذا المنبر تم قراءة الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل. لا أعرف إذا بث الإعلام الغربي هذا القراءة الحكم الاحترازي
لا أعرف، ولكن إذا تم ذلك فهذه فضيحة عالمية لإسرائيل. هي متهمة وهم وجدوا أن هناك أدلة كافية كي يصدروا هذا الإجراء الاحترازي، وطلبوا من إسرائيل بعد 30 يوما تقديم تقرير عن إذا ما كانت تقوم بما يطلبونه منها. والإضافة إلى ذلك، هناك قاضي إسرائيلي على هذا المحكمة ووافق على بعض طلبات دولة جنوب أفريقيا. نعم، يعني دكتور إحسان، ربما فيما يتعلق بنقطة الإعلام الغربي وبث القرارات ويعني المتابعة حول هذه القضية، يعني بالتأكيد حتى لو أمكن الإعلام الغربي في حجب الصورة، يعني مواقع التواصل الاجتماعي موجودة، الإنترنت موجود، وبالتالي المجتمع الغربي، وحتى كنا نرى ذلك هذا في الفترة السابقة في من خلال المظاهرات ومن خلال الوقوف بجانب الفلسطينيين في هذه الحرب على مدار حتى الأشهر السابقة. ولكن هل هناك تغيرات سياسية، خاصة وأن وربما هذا أتى أيضا في الإعلام الغربي، هناك تصريحات من مسؤولين غربيين ترحب بهذه القرارات، كيف يغير هذه أو هذا الموقف للكثير من المسؤولين والقادة في الإعلام الغربي وفي الحكومات الغربية لتوجهات والاستراتيجية التي تقوم بها إسرائيل في هذه الحرب؟ شوف، في نهاية الحرب يعني نتنياهو قال، يعني قال قبل صدور هذا الأمر الاحترازي، قال أنه نحن سنتجاهل، لو قالوا لنا وقف إطلاق النار سنتجاهل قرار المحكمة العليا، هو قال ذلك. لا. والمحكمة العليا لم تأمر بذلك. بالنسبة للدعم، الدعم الأمريكي بالتحديد لإسرائيل، السؤال هو نحن نعرف، يعني العالم يعرف أن إسرائيل تخالف القانون الدولي، هناك احتلال في الضفة الغربية وغزة، هناك لاجئين، هناك قضية إنسانية وقضية سياسية، وإسرائيل تخالف القانون الدولي، هناك عشرات القرارات الدولية تخالفها إسرائيل، هناك قرارات دولية أمريكا تستخدم حق الفيتو دائما لحماية إسرائيل، يعني معروف أنه إسرائيل تخالف القانون الدولي، معروف أنها لا تريد السلام، مع جميع يعرف هي لا تريد تحقيق السلام، تضطهد الفلسطينيين الذي، ولكن المفارق اليوم ان كما تفضلتم يعني هذا اصبح اليوم اصعب على اسرائيل وجماعاتها ان يخفوا مخالفات اسرائيل، اصبحت يعني اكثر بالعلن، هي جزء من تاريخ العالم وتاريخ الاعلام وتاريخ الاعلام التواصل الاجتماعي، وكلام اصبحت كلام الناس ان اسرائيل حتى تهمت، يعني حتى كلمه اتهام اسرائيل بالاباده وحدها تكفي، حتى لو يعني لانه المحاكم تاخذ عشرات السنوات، احيانا عده سنوات لاصدار قرار، والقرار المبدئي عاده لا يتطلب الكثير، يعني كلمه بلازبل هل هناك احتمال، ولكن ادانتها يتطلب اكثر. نعم، ولكن الدعم الامريكي لاسرائيل للاسف يعني عزيزي هو نتيجه اللوبي الاسرائيلي، واللوبي الاسرائيلي 2% من شعب من امريكا يهود، وهم فاعلين بالمجتمع، لهم مال كثير ويضغطوا على النظام السياسي، ولكن هناك تغيرات في الموقف او حتى في يعني الافعال. دكتور احسان، يعني نحن نرى بعد هذه القرارات مباشره هناك اتصالات من جانب الرئيس الامريكي جو بايدن بالقاده والمسؤولين في المنطقه العربيه، ربما ابرزها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحديث عن هذه الحرب وتداعيات هذه الحرب ومستقبل القرارات في المنطقه وبدايه المفاوضات لاحلال السلام ووقف فوري لإطلاق النار. يعني هذه التحركات ماذا تمثل لك؟ شوف، كتبت جريدة وول ستريت جورنال عن غضب مصري من إسرائيل، وأن أمريكا تهتم بهذه العلاقة بشكل كبير، وأن هناك غضب ورفض مصري لما تفعله إسرائيل، وتعرف إسرائيل أن مصر غاضبة منها، لأن مصر ملتزمة بالقضية الفلسطينية، وهذا أمر طبيعي لأن هي الحليف وهي الجار وهي الأخت الكبرى لغزة. ولكن إضافة لذلك، لكن تعرف أنه هذا كل الكلام الأمريكي لا يؤخذ على محمل الجد. في هاي جريدة وول ستريت جورنال اليوم
تكتب غزة بافر زون رانكلز واشنطن، يعني أمريكا مستاءة من موضوع هذا المنطقة العازلة التي تريد خلقها. فكان منذ البداية ماذا قال بلينكين؟ قال نحن نعارض هذه المنطقة، وحول كلامه نحن ممكن أن نقبل ذلك إذا كان مؤقتا. طيب مؤقتا كم حجم هذه المنطقة العازلة؟ ولأي فترة؟ وهل غزة محتلة؟ هل هي جزء من الدولة الإسرائيلية؟ هل في دولة تقيم منطقة عازلة في خارج حدودها؟ هل هذا القانون الدولي حل الدولتين؟ تقول بحل الدولتين وتقيم منطقة عازلة في أكثر منطقة مكتظة بالسكان في العالم تجعلوا جزء منها منطقة عازلة. فالكلام الأمريكي للأسف يا أخي، للأسف أمريكا ما زالت ملتزمة بإسرائيل بشكل أعمى وتدعم إسرائيل. كل الكلام كلام في الهواء، لا تريد أن تضغط على إسرائيل. هذا الرجل بايدن كما تفضل أكثر من ضيف عندكم قبلي، يعني صهيوني ملتزم بإسرائيل إلى أقصى الحدود، وهو لا يريد الضغط، لا يضغط على إسرائيل. الضغط هو، وقد سألت أكثر من مرة، الضغط هو أن تقول للشخص افعل ذلك أو هناك. ولكن دكتور إحسان، يعني في نعم. سابق نتحدث قبل قرارات، ونحن في انتظار قرارات محكمة العدل الدولية، كنا نتحدث بأن ربما هذه القرارات هي ليست ملزمة بالفعل، ولكن هي قد تسبب حرج لإسرائيل وبالتحديد للولايات المتحدة الأمريكية. كيف تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا الحرج؟ وهل بالفعل هذا الحرج يسبب قلق وضغط على إدارة جو بايدن؟ تشكل حرج أكيد 100%، لأنه اتهام إسرائيل اتهام أمريكا، لأن أمريكا هي الدعم غير محدود. ولكن هم يركزوا على فكرة أنه والله المحكمة تكلمت عن هجوم 7 أكتوبر، فيركزوا على ذلك، وأنه احترم القانون الدولي. فأمريكا تقول نعم نحن نقول أنهم احترموا القانون الدولي. فالإدارة الأمريكية تعاملت بهذا الموضوع أنه نعم نحن نوافق يجب أن نحترم القانون الدولي. طيب وإذا احترموا القانون الدولي ماذا ستفعلوا؟ إذا قتلوا المدنيين، إذا جوعوه ماذا ستفعلوا؟ يعني الشيء أن تقول أنا مع القانون الدولي ولكن بدون أي عواقب إذا خالف القانون الدولي. يعني هي تخالف القانون، هي مخالفة جديدة في هذه المنطقة العازلة داخل غزة، ولا أفق زمني ولا حدود. يعني ما هي حدود هذه المنطقة؟ يعني المشكلة الأمريكية يدعم بلا حدود. حتى لو أصدرت هذه المحكمة أمر لإسرائيل بوقف الحرب لكانت تجاهلته، وكانت أمريكا دعمته. أمريكا الكلام الأمريكي كان سيء بالنسبة للمحكمة، ولكن الكلام الأوروبي كان أفضل حقيقة. والكلام العربي، يعني هذا انتصار، أنا أعتقد هذا انتصار عربي وفلسطيني، وانتصار حقوق الإنسان والقانون الدولي ما حصل في المحكمة العليا، وانتصار رمزي له رمزية لا تقدر بثمن، أنه جنوب أفريقيا هذه الدولة التي حاربت العنصرية، هذه الدولة التي خلقت من رحم محاربة التمييز العنصري، ترفع دعوة ضد دولة إسرائيل. وكلمة الإبادة جاءت من واحد يهودي بعد الحرب العالمية الثانية بالنسبة للنازيين ما فعلوه بالمحرقة باليهود. فهذا أن تتهم جنوب أفريقيا بالإبادة، هذا يعني كنز علاقات عامة كما تفضلت يعني. ولكن بنهاية المطاف المشكلة أين هي؟ المشكلة أنه أغلبية العالم مع حقوق الإنسان، مع الفلسطينيين وحق العودة واحترام حقوق الإنسان، والكل يعرف يعني حل الدولتين، يا أما دولة واحدة، ما في ليس هناك حل ثالث، يا أما دولة واحدة للجميع يا أما دولتين. إسرائيل تريد التطهير العرقي، أخذت فرصة هجوم أكتوبر لترحال لمصر، ولكن مصر قالت لهم ما تحلموا، لولا وقوف مصر القحائط منيع داعم وتهديد إسرائيل. يعني إسرائيل تعرف أنه هذا خط أحمر لمصر، مصر قالت هذا خط أحمر، وإضافة لذلك مقاومة حماس والفصائل وصمود الشعب الفلسطيني. ولكن إسرائيل لا زالت تعرف، هي تعرف أن هناك حلين، أما دولة واحدة دولتين، ولكن تريد حل ثالث وهو نكبة جديدة إلى الأردن وإلى مصر. وأمريكا للأسف يعني قال، شوف في هناك عالم سياسة بأمريكا من أهم الجامعات اسمه مير شايمر، هو اختصاصه ضبط الإسرائيلي، قال مهما فعلت إسرائيل ستدعمها أمريكا في نهاية المطاف. للأسف يعني حتى لو قامت بإبادة، وهي تقوم بإبادة اليوم، وتدعمها إسرائيل وتدعمها أمريكا بشكل غير محدود. يعني ليس فقط، يعني بايدن شطح كتير يعني فماذا في ذلك، ولكن في نهاية المطاف حتى لو كان رئيس آخر، بأنه هذا اللوبي قوي جدا في أمريكا، في نهاية المطاف تدعم أمريكا إسرائيل. إذن ماذا بعد الدكتور إحسان؟ يعني ماذا بعد؟ للأسف هذا الإسرائيلي، غطرسة الإسرائيلي، يعني
المذبحة تستمر، أن أمريكا تدعمهم. يقول بايدن أنه يريد أن إنهاء الحرب ولكنه يتمنى على الإسرائيلي. المشكلة أن بايدن في تاريخه، لبايدن دائما كان يقول أنا لا أؤمن، وهو مسجل يعني يقول ذلك منذ عدة سنوات، أنا لا أؤمن بالضغط على إسرائيل، أنا لا أؤمن أنه يجب الضغط على إسرائيل، دولة ديمقراطية، دولة مثلنا تحترق حقوق الإنسان، ولا يجب على الحلفاء الضغط على بعضهم، لا يجب أن نضغط عليه. فهو يقارن الموضوع، أنا لا أريد أضغط على إسرائيل، وإسرائيل أخذتها فرصة ذهبية. يعني هناك رؤساء في تاريخ أمريكا ضغطوا على إسرائيل، والد جورج بوش الأب ضغط على إسرائيل، ريغان ضغط على إسرائيل، أيزنهاور ضغط عليهم. يعني كان في فترات بيضغط الأمريكي على الإسرائيلي، ولكن هذا يرفض، هذا الرجل هو يرفض. أنا أعتقد لو كان ترامب في البيت الأبيض لكان ضغط عليهم، لكان ضغط عليهم، لأن هذا الرجل كان يعرف إن في مصالح مع الخليج العربي، مع السعودية، مع أهمية مصر، وكان عنده. ولكن هذا صهيوني وهو ليس يعني يقول عنه غبي. أنا أعتقد من الغباء أن أمريكا تدعم إسرائيل بهذا الشكل. أن وصلت المحكمة العدل الدولية وصلت اتهمت الإبادة، وأمريكا يعني أحياناً يعني عند القول الإسلامي يعني أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً برد عن غية، يعني لأنه لما يكون هو غلطان يؤذي نفسه، يعني ترده أنت تقول لا أنت تفعل شيء غلط تؤذي نفسك. إسرائيل يعني إبادة بالفلسطينيين ولكن هي تؤذي نفسها أيضا، يعني هي متهمة بالإبادة، المحكمة العليا، جنوب أفريقيا، الإعلام العالمي، الشباب كلهم. هناك جيل أمريكي يتربى على إنه إسرائيل تقوم بحرب إبادة، هذول يكبروا غدا، سيصعب على اللوبي الإسرائيلي بالمستقبل، سيصبح أصعب بكثير على اللوبي الإسرائيلي أن يتحكم في سياسة الشرق الأوسط كما يتحكم اليوم. هناك جيل يتربى على إسرائيل تقوم بحرب إبادة، ومن الصعب منع هذا الموضوع. يعني يحارب الجامعات ويحاول قمع رؤساء الجامعات، ولكن في نهاية المطاف هناك إبادة جماعية، والمحكمة العليا وصلت إلى محكمة العدل الدولية اللي هي أعلى منبر قانوني في العالم. ماذا بعد في إجراءات هذه القضية أيضا دكتور عسان؟ يعني ما الذي يجب أن يحدث في القضية وفي تقديم الدلائل حتى الوصول إلى قرار، حتى وإن كان غير ملزم، ولكن إلى قرار بوقف إطلاق النار؟ يعني شوف، هو أنا بعتقد وقف إطلاق النار صعب، ولكن بعد 30 يوم يجب على إسرائيل تقديم تقرير أنه تلتزم بما طلبته منها المحكمة. المحكمة طلبت منها عدة طلبات، هي رفضت يعني قبلت جميع تقريبا جميع طلبات جنوب افريقيا، وتبنت معظم بنسبه عاليه يعني بنسبه شبه اغلبيه تبنت ما طلبته جنوب افريقيا الا وقف اطلاق النار. فالان الكره في ملعب الاسرائيلي، الكره في ملعب الاسرائيلي، ماذا سيفعل الاسرائيلي؟ وحتى القاده الاسرائيلي ايضا يعني هو كان يعني في ناس اسرائيليين مزعوجين من لهجه الاباده، يعني يدعوا للاباده، يقطعوا الطعام. ما بعتقد كل اسرائيلي يعني يقبلوا انه استعمال الحرب وتشبيع الناس، يعني كله موجود مكتوب، كله هذا مكتوب ومصور يعني ومسجل، يدعو الى الاباده يعني حتى اليوم، يعني حتى من فتره قريبه كان يقولوا انه راح نرحلهم نجعلهم في جزيره مثلا. يعني كل هذا الكلام يعني مخالف للقانون الدولي. فالمحكمه يعني انا بعتقد المحكمه كانت في وضع صعب، يعني حتى لو ارادت مثلا حمايه اسرائيل صعب حمايه اسرائيل، يعني هناك كم هائل من الدلائل من قولا وفعلا. يعني فهي إسرائيل وضعت نفسها في وضع صعب جدا، وما أوصلها إلى ذلك أوصلها إلى يعني الغي، هذا التمادي في التجبر أوصلها إلى ذلك الدعم الإسرائيلي الأمريكي اللامحدود. لولا لم يكن هناك دعم أمريكي غير محدود لكانت إسرائيل في وضع أفضل. اليوم إسرائيل في وضع أسوأ لها بسبب الدعم الإسرائيلي، ولكن للأسف يعني على حساب دماء الفلسطينيين وعلى حساب دمار غزة. نعم، من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت، شكرا جزيلا لك. كانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل باتخاذ كل التدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة والإجراءات اللازمة لتحسين الوضع الإنساني في القطاع. هذا وألزمت المحكمة إسرائيل بضرورة تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر حول ما تفعله لتنفيذ هذه الإجراءات. فيما يتصل بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اتخاذ كل الإجراءات في سلطتها لمنع كل الأعمال التي تنتهك المدى الثانية من الاتفاقية، أولا قتل مجموعة من الناس، ثانيا
تسبب في ضرر نفسي أو جسدي. ثالثا فرض ظروف غير إنسانية هادفة لتدمير هذه المجموعة. ورابعا فرض التدابير. المحكمة تشير إلى أن هذه الأعمال تقع تحت البند الثاني عندما يتخذ بنية تدمير المجموعة، وأن إسرائيل يجب بشكل عاجل أن عملياتها العسكرية لا ترتكب أي مما سبق. أن المحكمة تقرر أن إسرائيل يجب أن تبذل قصارى جهدها لمنع أي تحريض علني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. المحكمة أيضا تشير إلى أن إسرائيل يجب أن تتخذ كل التدابير لإيصال كل الخدمات والإساعدات الإنسانية لمعالجة الظروف الصعبة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إسرائيل يجب اتخاذ تدابير فعالة لمنع الدمار وحفاظ أي أدلة وفقا للمادة الثانية والثالثة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. من جانبها أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية من دون وقف لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة. وأضافت الوزيرة أن قرار العدل الدولي انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني. أعتقد أن ممارسة هذا القرار يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، دون هذا لا ينفذ القرار. أود في أن يحدث وقف لإطلاق النار، ولكنهم لم يوضحوا هذا. أنا لست محبطة على الإطلاق، أنا أملت فيه ذلك، ولكن إيصال المساعدات الإنسانية واتخاذ تدابير تقلل من الضرر تجاه المدنيين الذين ليس لديهم أي دور فيما تحاربه إسرائيل، هذا يتطلب وقف لإطلاق النار، ويجب على إسرائيل أن تلتزم بهذا. ختام هذه التغطية ألقاكم بعد قليل على رأس الساعة في نشرة الأخبار. إلى اللقاء.